نحن حاليا بطور مهنة لاعب، وقدامنا لاعب عشوائي معه $0، ولكن ثواني خليكم معي. $1,000,000، أعلى ميزانية موجودة عندك حول إياها على حسابي بمهنة لاعب. هيا نعم، اسم اللاعب فري، لأنه راح نعمل كل شيء اليوم بمهنة لاعب، ولكن بدي منكم 1,000,000 اشتراك، يعني نصير 2,000,000 اليوم هلا فورا كل يشترك، ونفس الوقت نوصل هاي الحلقة 1,100,000 لايك. خلينا نشوف. نعم صار معنا ميزانية مفتوحة 9 تسعات، يعني قبل المليار ب$1 مثل ما شايفين. شكل اللاعب ما عجبني، شو رأيكم يعني نحط؟ هلا هو اسمه راح يضل فري لأنه كل شيء فري راح يكون بالطور، ولكن أنا حابب أحط وش فينيسيوس جونيور فوق اللاعب. خلينا نجرب. نجحت الخطة؟ نعم نجحت الخطة، مثل ما شايفين اليوم كل شيء مفتوح، كل شيء متاح بمهنة لاعب. بس خلينا نخلي هيك شغلات غريبة جديدة، نخلي جنسية فيني جونيور مع الأرجنتين. إذا مبدئيا لاعبنا صار اسمه فري، جنسيته أرجنتيني، وش فينيسيوس جونيور. كل شوي ممكن نغير الوش إذا ما عجبنا. خلينا نروح حاليا لنقاط المهارة. هل بنقدر نجيب 999 نقطة؟ ألو نعم 999 نقطة. بس رضا المدرب ما عجبني، أنشيلوتي رضا عني، فإذا بترفعوا لي على الأخضر. رضا المدرب مثل ما شايفين صار كمان 100%. أوه شوف الراتب، راتبنا اعلى راتب بالعالم يا جماعه، شوف صرت 2,000,000,000، مدري شو صار في مشكله بالميزانيه. اغلب الناس بتوصل لاستثمار الطاقه القابله للتجدد بعد 50 موسم، انا فورا استثمرت فيها مباشره. بالنسبه للتسوق مثل ما شايفين، ياخذ فاخر هو اغلى شيء 25.5 مليون من طرف الجيب يا جماعه. هيا بنا، اذا اشترينا اغلى شغلتين بالتسوق والاستثمارات، خلينا هل راح يفتحوا لنا شيء جديد؟ ما بنعرف. اذا ختمنا الطاقات لفيني، شوف كله مقفل، كله تمام، كله ممتاز جدا، راح يدمر الفرق، راح يكون نسخة خيالية استثنائية لن تروها عند أحد. إذا فري فينيسيوس وصل طاقات 99، وبنقدر كل شوي نغير رأس اللاعب إذا ما عجبنا، ولكن ليش رجع أرجنتيني برازيلي؟ بدي أنا هيك، أنا بدي أرجنتيني. إذا رجع أرجنتيني مثل ما شايفين بيلعب ال دبليو ال ام، فينا نغير له مركزه لوين ما بدنا، ولكن ما علينا 99 بيلعب. خلينا نجرب اللاعب بأول مباراة بكأس سوبر أوروبي ضد فريقنا. هدي شوي، هلا راح يطلع شكله فعلا فينيسيوس؟ شكله راح يكون عندنا 2 فينيسيوس يا جماعة. ما هم ريال مدريد، اللاعب اللي احنا انشأناه فري، ولك شوف هم فينيسيوس ونيك. حلو هاي الحكي، هذا الفيني ما راح يكون موجود الاساسي، والفيني اللي احنا انشأناه راح يكون اساسي طبعا. خلينا نشوف نظرة الفيني. اذا مثل ما شايفين لاعبنا فري راح يكون مكان فيني الاساسي، ان شاء الله ينزلوا المدرب بعدين. فينيسيوس جونيور الطبيعي سرعته ومهارته خارقة، فما بالك بالفري فينيسيوس، راح يصدمنا الفري. هذا المرور الاول وهذا التقدم، يا ولد يا سرعتك، يا ولد يا سرعتك على المطلق يا مور يا فيني. فور شوت كمان 99، يلا فينيسيوس جونيور الاول يا فينيسيوس، سرعتك سبرنتك سبرنتك يا ولد الهاكر فيني. اوهو ذكرني بفينيسيوس ايام زمان، ما قادر اتحكم فيه من كثر السرعه، سرعته خيالية جدا بس الانهاء مضى. يلا وحدة ثانية، بنزيما خلف المدافعين. شفتوا السرعة والانطلاقة؟ يلا يا فيني 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 فيني، واحد على واحد يا ولد على المهارة، يا ولد على التقدم. فيني 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 فيني، اي مرور فعلا هكر، هذا فعلا فري فينيسيوس جونيور، مستحيل المرور والانهاء، مستحيل. شوف الاول نيمه والثاني طاح والثالث بلياردو، يا ولد بلياردو، شوف شوف شوف، بوم بوم جولاس. مع 5 دقائق يا فينيسيوس جونيور، اذا ما حققت المهمه راح اغير لك وشك للاعب ثاني، والله لغيرك. ها الفري راح يصير وش ممكن كريستيانو او غيره امامي يا فينيسيوس. يمكن يجيبها باللحظات الاخيره، والله قادر 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 بالمهاره، قادر فينيسيوس جونيور جونيور، والا راح يتغير وشك يا فينيسيوس. خلينا نجرب نشوفها من هون، يا بتزبط يا لا، انت هاكر انت قوي يا فينيسيوس. اذا حاليا المنتخب الارجنتيني استدعى لاعبنا وغيرت وشه من فينيسيوس لنيمار، نيمار صار مع الريال اولا وثانيا مع منتخب الارجنتين، وحاليا عندنا مباراه خلي نيمار وميسي بمنتخب واحد، ولكن نيمار راح يلعب ضد البرازيل. لا لا وين ميسي يا اخي؟ اذا نيمار راح يكون مع منتخب الارجنتين ضد البرازيل، اذا الارجنتيني نيمار. احنا نزول ليونيل ميسي من الدكه لحتى لاعب نيمار وميسي بمنتخب واحد، هو الارجنتين ضد البرازيل. نيمار طبعا خارق للعادة 99 نيمار. كازيميرو يقول لنيمار لماذا خنت البرازيل يا ريمو؟
ضربوا نظامي كانه عم يقول له ليش رحت. هذا رافينا، رافينا حس عن جد رافينا ضربه عن حقد لنيمار. شوف شوف شوف، وكانه عم يقول له لا ترتدي قميص غير المراه، هي لعبه يا رافينا، طول بالك يا رافينا. يلا نيمار يا ولد على السبرينت، يلا بدنا هدف في مرمى البرازيلي يا نيمار. بس بدك تحتفل يعني، انا اسف، هي لعبه يا نيمار، هي لعبه يا نيمار، انا كمان برازيلي يا نيمار، يا نيمار طاقات خياليه. يلا نيمو، بدنا هدف في مرمى البرازيلي يا نيمو. كراتك جابها نيمار، بعيدة مرة. وينك يا ليو؟ يلا نزلنا ليو، وهذا تقدم جميل جدا من النيمار. ليو نيمو، ليو نيمو، ليو نيمو. الشوط الأول فشل نيمار الأرجنتيني بالتسجيل، الشوط الثاني إذا ما سجلت راح غير وشك، فري راح يصير لاعب جديد. والله إنه متخاذل هذا النيمار، ما بيستاهل يلبس قميص المنتخب الأرجنتيني، خلاص راح يغير له وشه. حاليا عندنا مباراة لمدريد بإياب دور 16 من دوري الأبطال ضد باريس، خسرانين من الذهاب 1-0، وراح نجيب لكم نجم كبير ينقذ ريال مدريد واللي هو ليو ميسي لأول مرة بقميص مدريد، بما إنه الحلقة اليوم كلها تهكير وهيك وتخريب. فميسي راح يكون بال 99 مع الريال ضد باريس. إذا ميسي راح يكون موجود، فينيسيوس على اليسار، بنزيما، خلينا نشوف هاري كين أخذينه، وفي ميسي طبعا، يعني في ميسي بباريس وفي ميسي بريال مدريد. هيا بنا، ميسينا أفضل من ميسيكم يا باريس، ميسي مدريد يمسي عليكم ويقول لكم أهلا وسهلا بكم إلى جحيم سانتياغو برنابيو. الكرة والمحاولة للمرور، ميسي يتقدم، تمريرة للأمام لفيني جونيور، تغيير جهة الملعب، ربما خطيرة، ربما خطيرة ليو ميسي. ميسي مدريد يسجل بصناعة فينيسيوس، ميسينا أفضل من ميسيكم يا باريس، والكرة في شباك رايا نيمار. قطعت، عادت روديغير، مرة أخرى ميسي لي بنزيما، هل يقلب النتيجة هذا اليوم؟ خطيرة جدا مدريدية، أخذ له مكان، أوهو في كليتش بالركضة، ميسي باور شوت، يا له من كبير، لي علي 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 علي، باور شوت مزقت الشباك، قلب النتيجة أمام باريس. وبوم بوم بوم، سرعتها 126.8 اليوم، باي باي دوناروما. يلا فينيسيوس، يا عيني يا ولد يا لعيب، ضرب الجزاء، ضرب الجزاء ميسي، هاتريك يا ليو، يا رب يعطوني اياها علي لضرب الجزاء، مستحيل مستحيل. خلينا نشوف اللي ضربه، راموس، راموس مستمر في ضرب ليو ميسي، نعم بعد ايام البارسا ريال، اليوم راموس في باريس يضرب ميسي ريال، ممكن يا ميسي هاتريك. الله وحده للهاتريك يا ولد، على انطلاقاتك يا ميسي، هاي النسخة عالمية يا ليو، حطها بوجه القدم يا ليو. ميسي داخل منطقة الجزاء، مرور، ضرب الجزاء، حكم فيها عرقلي، والله فيها عرقلي. ميسي، ميسي مدريد، ميسي الميرينكي، ميسي الرائع، الهاتريك قريب يا ميسي، يا ولد عالمي عالمي، تحسه ميسي ايام العز فعلا، راح راسه وظل ايد ميسي ظلت عنده، في شغلات عم تصير غريبه. وحاليا عندنا كريستيانو رونالدو 99 رجع لمدريد لنهائي الابطال، راح تستغربوا من الخصم، الخصم هو فيا ريال، ما بعرف ليش وكيف وين، ولكن اذا رونالدو راح يلعب مهاجم وهمي، فيني على اليسار واسينسي على اليمين، هل راح يجيبها لمدريد؟ خلينا نشوف. يلا اول انطلاقه لكريستيانو مدريد، يا ولد هذا راح يرمي قنابل على المرمى اليوم، ركنيه، خلينا نحاول نسجل بالراس لكريستيانو، دون واحده بالراس، على ايام زمان يا دون مع مدريد يا دون، والكره فيها ضربه جزاء، نعم رونالدو سينفذها ويمزق الشباك، كرة كانت خطيرة، ولمسة يد، وين لمسة اليد؟ خلينا نشوف، لمسة يد على كريستيانو، على لا 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 في غلط في الموضوع، ما علينا، يلا يا دون، نحاول نحطها بال 90 يا دون، كريستيانو رونالدو يا عالمية عالمية، شوف 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 ال 99 رونالدو لا تخيب، في ال 90 كريستيانو رونالدو، ولد هكر، هذا هكر رونالدو مرة أخرى داخل منطقة الجزاء يا دون، سي عالمية، لا هذا عالمي، هذا الهدف عالمي يدرس من كريستيانو بصناعة فيني جونيور، أعطونا الإعادة، أعطونا شوف الإعادة، شوف الكرة وتبادل كاسيميرو، أوه أوه أوه. باليسار حطها بال 90،
لبست التسعين يا دون، نجحت بالمهمة مع مدريد يا كريستيانو. لا انا اسف، انا اسف غلط يا جماعة. يبدو ان الحلقة راح تنتهي ونفترض رونالدو. ما علينا، بما انه كله كان فريق وتغيير وجوه وكذا، ف بنشوف النتيجة بس. هل راح يكون في ريمونتادا لفياريال؟ لا، 2-0 رونالدو كان البطل بهاي الحلقة. وإذا عجبتكم الفكرة اكتبوا لي انتم كمان افكاركم، ودمتم بألف خير.